بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، تم إعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان تاء الشباب في نسخته التاسعة، وذلك بنعم من تمكين وبالتزامن مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018. هو ذاك اللقاء الشبابي الذي يشارك في الحياة الثقافية البحرينية عبر حضور فعال بمبادرات متنوعة وبرامج تستقطب الشباب المهتم بالثقافة، ليتلخص كل ذلك عبر مهرجان سنوي عرف بتاء الشباب مجددا الموعد به في نسخته التاسعة، ليكون إضافة إلى إثراء الحراك الثقافي البحريني بفعاليات تستمر على مدار العام. عندنا ورش كثيرة وفعاليات كثيرة، نتمنى من الكل أن يشاركنا سواء كانوا أطفال أو شباب أو حتى كبار. طبعا عندنا مبادرات هالسنة، هي مبادرة المحرك تقرأ، مبادرة درايش، مبادرة تشكيل، تكنيك، حياة، هارموني، أدوار، مبادرات متنوعة. خلال الافتتاح قدم الشباب عرضاً مسرحياً فنياً بعنوان خطأ غير مقصود، وعبر مشاهد متعددة جسد الشباب المشاركة في العرض فكرة الصراع ما بين جيل الشباب وجيل الأجداد على شكل حوار غنائي، وفي ختامه يتوصل الطرفان إلى قناعة أن كل جيل يكمل الآخر ويتكاتف الجميع لبناء سفينة شراعية باسم التاء تحمل روح المهرجان في سنته الحالية وفيها متسع للجميع ليشتغل الارتقاء بالحراك الثقافي البحريني. عرض جميل خفيف، الألحان المقدمة حركة إيقاعهم جميعا، فعلا أيضا حركة الإشراع اللي نزلت وتعاملهم مع البحر أعطونا أجواء جميلة، يعني ما شعرنا بالملل، فأنا متفائل إن شاء الله بالأيام الجاية راح نشوف الأحسن والأحسن إن شاء الله. هذه الفقرة المشهدية المسرحية مشغولة بمقدار معرفي عالي، واللي شغلينا عنده الرؤية، عارفين شو عم يعملوا، عارفين شو عم بيقولوا، على كل المستويات، الصوت والصورة والأداء، الممثلين اللي عم يجسدوا هالفكرة كانوا على قدر عالي من الجمال. يحرص مهرجان تاء الشباب في كل نسخة عبر البرامج المختلفة إلى تحقيق أهم أهدافه، وهو تفعيل دور الشباب في الحراك الثقافي البحريني وخلق جو ثقافي شبابي معتمدا على ثلاثة أركان، أولها الثقافة باعتبارها مصدرا للمعرفة وارتقاء الأمم ونهضتها، أما الركن الثاني فهم الشباب كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع البحريني، وأخيرا ركن التطوع الذي يعد القيمة المثلى التي تكسب الشباب أبرز الصفات القيادية. مهرجان تاء الشباب عابر ثقافي في كل عام ينبش في وجوه الثقافة ومجالاتها ما يمكن للإنسان أن يستمر به، ويتحسس مكامن ثقافية مختلفة بين الثقافة والشعر والأدب والقراءة والمسرح وغيرها. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.